سريعا عشان نقرب المشهد بشكل اكبر اروح لزميلنا العزيز ادهم ندى مراسل قناه الاهلي عشان يقول لنا الجديد وكواليس بالتحديد مران اليوم عقب الفوز في مباراه الامس والاستعداد لمباراه المقصه. يا ادهم مساء الخير عليك. برحب بك زميلي العزيز امير هشام وبرحب بكل مشاهدي قناه نادينا الحبيب قناه النادي الاهلي. اهلا بك يا ادهم، قول لنا كواليس مران اليوم واستعدادات النادي الاهلي لمباراه المقصه باذن الله. الحقيقه المدير الفني ريني فايلر المدير الفني للنادي الاهلي عقد محاضره فنيه في بدايه المران اكد فيها على اهميه مباراه المقاصه القادمه في الدوري ومن اجل استمرار سلسله الانتصارات المتواليه للنادي الاهلي اضافه الى مناقشه وعلاج الاخطاء اللي ظهرت في مباراه بلاتينيوم واللي فاز فيها النادي الاهلي بهدفين مقابل لا شيء. طبعا بنهني جماهير النادي الاهلي بالفوز. الحقيقه يمكن العنوان الرئيسي يا امير للتدريب النهارده هو غياب العناصر الاساسيه اللي كانت مشاركه في مباراه الامس باستثناء احمد فتحي وادي ديانج واحمد الشيخ والسوليه اللي ادوا مران خفيف عباره عن جري حول الملعب من اجل فك العضلات. لكن على الجانب الاخر كان في مران قوي للعناصر التي لم تشارك في المباراه. ركز فيها ريني فايلر على الاستلام والتسلم تحت ضغط عن طريق تقسيم مجموعتين للفريق. والحقيقه شاهد هذا الجزء من التمرين تالق لاعبنا المنضم حديثا لصفوف النادي الاهلي محمود عبد المنعم كهربا وكمان محمد بجدي قفشه. وباين يا امير من التمرين ان كهربا يوم عن يوم بيستعيد جزء كبير جدا من لياقته البدنيه. كويس، ده امر مهم طبعا. اتفضل. عقب التقسيمه دي قسم المدير الفني ريني فايلر عمل تقسيمه صغيره، مباراه صغيره جدا اقامها فايلر بين فريقين. الاول كان بيضم متولي وهاني وقفشه ضد حسين السيد واحمد الشيخ وجيرالدو وياسر ابراهيم. ركز فيها فايلر على استغلال الاجناب والعرضيات وتنويع الهجمات. كويس. وايضا التسديد، وعايز اقول ان حارسنا المتالق علي لطفي الحقيقه ظهر بمظهر جيد جدا ومظهر قوي في التصدي لمجموعه من الكرات في هذا المباراه. طبعا يعني حابب اكد على جانب الاصابات. طبعا سعد سمير هيجري جراحه في وتر اكيد. اتكلمنا طبعا في موضوع الاصابات. انا عايز اطمن منك على برنامج الفريق خلال الفتره اللي جايه او الايام القليله القادمه يا ادهم قبل مباراه المقصه. يعني بكره التدريب هيبقى الساعه كام؟ الامور هتبقى ماشيه ازاي بالنسبه لفريق النادي الاهلي؟ الحقيقه ان شاء الله هيكون التدريب صباحا، مفيش راحه. في عمليه موازنه ما بين العناصر اللي شاركت في مباراه بلاتينيوم. طبعا في حاله من حالات توالي المباريات، وبالتالي المدير الفني ريني فايلر بيحاول يتجنب حاله الاجهاد. راحه العناصر الاساسيه شيء مهم جدا خلال الفتره المقبله، وكمان تجهيز العناصر اللي ما شاركتش على الاقل في المباريات الماضيه عشان يكون النادي الاهلي جاهز فترة عصيبة جدا. طبعا دوري ابطال افريقيا والدوري النادي الاهلي ظهر بمظهر اكثر من رائع، العلامة الكاملة، لم يهزم ولم يتعادل، فوز متتالي. فالنادي الاهلي مطالب خلال الفترة المقبلة بجاهزية طبعاً كل اللاعبين من اجل استمرار النتائج الرائعة اللي ظهر بها النادي الاهلي الفترة الماضية. ان شاء الله باذن الله يا ادهم. انا بشكرك شكرا جزيلا زميلنا العزيز ادهم ندى مراسل قناة الاهلي والاعلان كل كواليس مران اليوم.